أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن أن الوسطاء يعملون بلا كلل للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأضافت المندوبة أن تنفيذ صفقة التبادل سيؤدي لخفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مضيفة أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية إضافية لإيصال المساعدات لغزة. القتال نشط بين المعبر والمكان الذي يقيم فيه المدنيون الفلسطينيون، ولذلك يكاد أن يكون المستحيل نقل المعونة عبر هذا الطريق. يجب علينا أيضا أن نشير إلى أن الحالة الأمنية العامة في قطاع غزة لا تزال محفوفة بالمخاطر بسبب القصف العشوائي وانهيار القانون والنظام العام، وهذا الانهيار يعزى كليا إلى اليأس الذي ولدته الظروف السائدة. السيد الرئيس، ولقد شهدنا على مدار أشهر هجمات محددة الأهداف ضد البنى التحتية المدنية الرئيسية، من في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس، ولم تسلم مخيمات اللاجئين من هذه الكارثة. وفي الواقع الهجمات ضد المخيمات قد اشتدت، وفي الأسابيع الأخيرة تعرضت كل من المواصي والنصيرات والبريج للهجوم، ومع ذلك نسمع أنها لا يمكن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الخطوط الحمراء. ما هي الخطوط الحمراء التي تسمح باستمرار قتل النساء والأطفال وقصف المدارس ومخيمات اللاجئين والمستشفيات؟ تدين غيانا هذا العنف الوحشي بأشد العبارات، وتناشد إسرائيل أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. كما نطالب الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة بالوفاء بواجبها في ضمان التقيد بهذه الالتزامات. إن ميثاق الأمم المتحدة والصكوك القانونية الدولية ليست قائمة نختار منها ما يلائمنا، كما نشهد تصاعدا في الهجمات ضد الأمم المتحدة سواء في الخطاب أو في القصف المادي ضد موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها. منشآت الأونروا تتعرض للتدمير من قبل إسرائيل. 70% من مدارس الأونروا قد قصفت. مقر الأونروا في غزة قد تدمر. ما يقرب من 200 من موظفي الأونروا قد قتلوا في هذه الحرب، كما ازداد الوضع في الضفة الغربية سخونة واحدة. سيدي الرئيس، هذه حقيقة قاتمة للغاية، ويجب علينا ان نقضي على هذه الجهنم. نطالب بوقف فوري ودون شروط لإطلاق النار، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين على النحو المبين بالقانون الدولي، وندعو إلى الإخراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والفلسطينيين المحتجزين دون محاكمة في السجون الإسرائيلية، ونحث على التقيد بمختلف قرارات هذا المجلس، وتدعو معنا أيضا إلى زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة. ونشدد بصفة خاصة على أن نوع المساعدة الغذائية التي تصل إلى السكان المدنيين يجب أن يكون ذات قيمة غذائية عالية بالنظر إلى الحالة المزرية لانعدام الأمن الغذائي والتغذية. نشدد على التزام إسرائيل بوصف السلطة القائمة بالاحتلال بضمان حصول السكان على الإغاثة الإنسانية. ندعو إسرائيل التمسك بهذا الالتزام، ونؤيد مطالب محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، كما تدعو غيانا إلى حماية موظفي المتحدة العاملين في المجال الإنساني. يجب أن تتوقف الهجمات على الأونروا فورا، ويجب أن تصبح آليات فض التضارب والإخطار جاهزة، كما ندعو إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة من في ذلك القدس الشرقية، والحد من تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما ندعو إلى بذل جهود حسنة النية ترمي إلى الحد من التوترات في المنطقة. ختاما سيدي الرئيس، لقد انتكست غزة الفقيرة بالأساس لسنوات طويلة أخرى، ويمكن للمجلس أن يتحمل الانزلاق في هذا المأزق بشأن القضية الفلسطينية، ولكن يجب علينا أن نتوصل إلى حل دائم لهذه المسألة. حل دولتين هو الخيار الوحيد الممكن
ويجب أن يتم تحريك البوصلة من جانب ما لديهم قدرة على التأثير والضغط، ونحن نلتزم بالقيام بدورنا وذلك لإنهاء أطول ظلم ضد أي شعب رأيناه خاطبة. أشكركم. أشكر ممثلة ديانا على هذا البيان، وأعطي كلمة الآن للصين ممثل الصين المقر.